مين اللي لما انت جيت كان هو ده النجم اللي انت ما صدقتش نفسك لما شفت؟ انت حاسس ان ده بعيد قوي كان ليا وانت صورة مع بتحبه كابتن خطيب جدا. يعني سنة 89 أول ما جيت. الصورة دي يعني كنت أنا طبعا يعني قد كده، وكنت أنا قصير جدا يعني فكان الكلام ده سنة 89، وكابتن خطيب كان اعتزل 87. وبعدين كنا جوه، مش كنا جوه يعني، احنا كان بنتمرن في الملعب ده زي ما قلت لك، وبعدين خارجين من الملعب وهو ماشي. ما كانش في موبايلات طبعا، ومفيش كاميرات صغيره ولا حاجه. فكان في واحد كان اسمه عم حسين، وكان في واحد اسمه عم عريف الله عم يرحمه، حسين حنفي. الاثنين. طبعا عم عريف اسمه احمد العريف الله يرحمهم الاثنين يعني. فيعني كأن ربنا عايز يكتب يعني تبقى الصوره دي موجوده. فاتصورتها، وبعد يومين ولا حاجه او ثلاثه خدتها من عم احمد العريف، كان هو اللي مصورها يعني. روحت بيها البلد. انا عايز اقول لك يعني كان والدي الله يرحمه يعني في الارياف كده، الناس بتقعد مع بعض، وبعدين حواليها بقيه الرجاله زي ما بيقولوا كده بيقعدوا يتكلموا. فانا كنت نازل معايا الصوره. انا عايز اقول لك ان ليه عم خطفها، انا ما شفتهاش تاني وراحت فين والله الصورة العظيم، ثلاثه دلوقتي؟ مش شفتها تاني. خطفها عنده خلاص يعني، فضلت عنده لا يمكن يديها لك. فبتروح تشوفها طبعا دلوقتي لما بتروح له. حطها لك في متحف هناك. لا خلاص هو خدها، انا ما شفتهاش يعني في لحظتها، ما شفتهاش تاني خلاص يعني. عارفه خدها كده اول ما حطيت الصوره راح واخدها وخطفها. دي اول صوره خدتها يعني، كانت تعزي عليا طبعا. صور مع الفريق الاول لما كنا بنيجي نلعب مثلا ماتش تحت 12 سنه او 13 سنه او 14 سنه هنا، فكان في جزء من الفريق الاول بيقعد يتفرج. ودي كانت من الحاجات اللي اتعلمتها برضو يعني، اكتر حاجات بتاثر فيك هي المسج المش مباشر يعني. انه بس وجودهم وصل لك طبعا حاجة معينة. وصل لك حاجه مهمه جدا، ان في تواصل رغم فرق السن ورغم فرق المكانه والنجوميه. والخبرات والكلام بس ده كله. هتلاقي كان الملعب مختلف شويه عن دلوقتي. الملعب كان مساحته لورا كده شويه، تمام. احنا كان حصل تعديل وتغيير فيه، فكانت الاوضه زمان كانت هنا. ففريق قوي كان بيتمرن بعدينا بعد الماتشات. كنا ماتشنا يا اما فبيلحقوا الساعه ان هم 10 يا اما يشوفوا الساعه جزء 1 من يا اما التمرين. الساعه 3 على حسب المرحله العمريه. فهم ساعات كانوا يعني بيجوا بدري شويه فيتفرجوا على الفريق، على فريق الناشئين يعني. فكانت برضو من الحاجات، وانت خارج من الملعب على طول تخطف صوره كده، لان برضو كان عم حسين وعم احمد كانوا بيبقوا موجودين على طول يعني.